الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا سعيد جدا بتعريفي سعيد النبي بمعرفتي بمياه، وكنت أعرف بعض أبنائها من جمود الفترة. كان اسمه هو صح كده؟ أوسو فرانس. سعيد جدا بزيارتي لكردستان العراق، زيارتي المكتب وصحبتي الأخ غازي، وأكثر أيام سعادتي أو لحظات سعادتي مش أنتوا اللي جوه في الرقم، وأنا صراحة بحيي الشباب اللي جوه الدرجة الأولى، وأنتوا بتيجوا بعدين، اسمح لكم أنكم تتحدثوا كده؟ 100%. أحد أهم أسباب نجاح المؤسسات هو إيمان العاملين بها بمؤسستها، وتجد أن بعض العاملين يتفانون تفانيا غير عادي لبناء والدفاع عن مؤسستهم، حتى ولم يكونوا في الإدارة العليا، حتى ولو كانوا حراس سكيورتي كلينرز منظفين اي وظيفه. اذا احب الانسان مؤسسته بناها وجعل لها عوامل استقرار، اذا احبت المراه زوجها او احب الزوج امراته بنوا اسره مستقره. والحب مش في جمال الوجه او خفه الدم، الحب هو في المشاركة في بناء مستقبل الأجيال، لما أبنائك أو أبنائك وبناتك أو بناتك. الحب متنوع بأشكال كثيرة جدا جدا جدا، يوصل إلى درجة التفادي والتضحية وحتى بذل الحياة من أجل من نحبه، صح؟ فإذا أحبينا مؤسستنا استطعنا أن نبنيها ونحافظ على مسيرتها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا قادر على أن أبقي المؤسسة بتاعتي. كيف؟ في عدد الساعات المؤثرة التي أقضيها داخل المؤسسة. لما كنا امبارح في ورشة العمل أحد المؤسسات اسمها ركيزة كان بيراقب الموظفين ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا. يلاقيه هو قاعد في المكتب شغال على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وبتاع، ده ساعة ولا ساعتين. حرام، ده شرعا حرام. لأن أنا مدفوع أجري 8 ساعات ولا 10 ساعات علشان أنتج شيء. ممكن أنا في البيت أعمل سوشيال ميديا أعمل الحاجات دي كلها. ما حبكتش بقى وأنا قاعد في المكتب أشتغل عليها. بالك معاك بتتحكم هذا من الاسمين خلاص اجيتوا عليك الحل. انا بتحكم ده انت عصايه ان شاء الله، انت واحد منهم ان شاء الله، اعمل ان شاء الله انت اللي خبط الارواح هذا دور الارواح الله اعمل عندنا وكاني عطيتك السريعه. احنا اللي هننجح المؤسسه، مش الدعم الخارجي، مش الدعم الدولي. الدعم الخارجي والدعم الدولي موقوت ومشروط ومضيع في كثير من الاحيان للهويه والقيم والاخلاق والفلسفه والعقيده والثقافه. ليه؟ لان بيجي لك الداعم بما عنده من ثقافه وقيم واخلاق، وانت مضطر تاخد ايه؟ الفلوس. وفي بعض الأحيان يبدأ التنازل درجة 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 درجة، لا أنت تغير قيم وأخلاقيات المؤسسة لأنك معتمد فقط على الدعم الخارجي. فاللي يعتمد على الدعم الخارجي فقط يطعن نفسه أو نفسها في مقتل.